بجد انا عايزه اسال سؤال، ليه الرجاله دايما يقول لك ايه اعذروني انا اسفه والله يا رجاله، بس دايما الاقي الرجاله مثلا يبصوا على واحده نفخه شفايفها مش عارفه عامله ايه، عامله خدودها، يجي بقى هو مثلا عند مراته او خطيبته ما تنفخيش ما تعمليش ما ليه؟ يعني ليه بتحب الطبيعي بره؟ طب ما سوري بتحب الطبيعي جوه وتحبه الصناعي بره ليه؟ لان هو الراجل عايز يتفرج على ده من بره كموديل فانتازيا في دماغه ان دي البيرفكت حاجه شو مس يعني شو بس بس مش عايز يقرب منه، هو عايز يشوفه بس هي شكلها حلو كده من بعيد. الذكاء ايوه شايفة. بس اللي انا عايز اشوفه كل يوم الحلو بجد، الحلو بتاع ربنا اللي ما فيهوش لعب كتير. صدقت ايوه هحاول اصدقها. لا والله بجد، لا بجد والله ليه، انت لما بتحطي مانيكان بتعمليها بانسب نسب واحسن شكل واحسن مش عارف ايه، صح. بس انت مش عايزه تعيشي مع المانيكان، انت عايزه بس تشوفيه في الفاترينا. لكن لما عيش مع تعيشي مع حاجه طبيعيه، تعيشي مع حاجه بتقدري تاخدي يعني تتكلمي وتدي معاها وانت انسانه وهو انسان، فاهمه؟ فحاجه شبهك بس مش مانيكان. ايه رايك انت يا نرمين في ايه بالظبط يا مروه؟ عشان انا تعبانه والله متضايقه من الموضوع ده. يعني ان كل راجل يعني بيبقى شعاره في الحياه مثلا حد يحط اكستنشن، حد مثلا يحط ميك اب، حد مش عارفه يقول لك لا انا بحب شكل الطبيعي هو اللي يكسب. انا عايزه اقول لك، انا مثلا يعني انا مع جوزي بيقول لي انا ما يعني انا عادي، انا بقول انا حط اكستنشن عادي جدا. كلنا حاطين اكستنشن كلنا. فيقول لي مثلا ما باين مش محتاجين تقول يا عمر خلاص عامل مش معانا يا جماعه، خلاص يا جماعه احنا نختم الحلقه على كده ترند على سكت خالص. قبل الهوا بقول لهم يلا شيلوا الميك اب والاكستنشنز ونتكلم راجل راجل راجل. هو احنا قلنا له بقى اطلع بره الحلقه خالص. طب انت مش بتشوفنا من غير ميك اب؟ امارات والله انا بهزر معاك طبعا، دول اخواتي فعشان كده بنخشهم. لا والله بجد، يعني دايما الاقي مثلا جوزي يقول لي ما بحبش الاكستنشن، يعني عادي الشعر عادي يبقى شعر قصير ليه؟ يعني ما هو احنا بنحب التغيير. انا بعمل كده عشانه، عشان جوزي مش انا. يعني اي واحده ست بتحاول تحلي من نفسها عشان اكيد نفسها طبعا وعشان جوزها، ان هي تبقى ما يبصش بره عشان ما يروحش يقعد يشوف هنا ويشوف هنا، لان انتوا ما شاء الله حبايبي عايز تقصلكوا ايديلكوا كده يعني. طب انا عايز اسالك سؤال، طب هو جوزك مش عايز، طب انت ليه بتعملي؟ هقول لك طيب. عشان انا ما بحبش هترد وبعد كده انا هرد. انا ما بحبش انا مثلا كان رمين بس متحفزه ازاي يعني طبعا شايله من الموضوع. لا هقول لك. طب قولي انت يا نرمين. انا ما بحبش الشعر القصير، انا بطبعي كده بحس ان الشعر القصير بيكبر، انا ده طبعي كده. او ممكن مثلا انت شايفه على شكل ما بحبوش مثلاً. ما بحبوش. فمش معنى كده يعني، حتى لما هو جه بعد ما ارتبطنا وقبل ما نتجوز قلت له حبيبي انا كده، انت عرفتني بشعري طويل، عرفتني بيضه، عرفتني حواجبي انا كده، ما تجيش بقى ودي والنبي نبقى نعملها حلقه يا جماعه والنبي ان احنا ليه بعد ما تغيرنيش ليه تغيرني؟ انت مفهوم. عرفتني وانا كده، عرفتني بطريقه لبسي بستايلي بشكلي بطريقتي بكلامي بضحكي بكل حاجه، يعني اسلوب حياتك غيرني. وخلاص ده اسلوب حياتك اللي انت ماشيه بيه. ممكن اغير حبه حاجات يعني مثلا هو يعني انا مثلا كان لون شعري طول عمري بلوند مثلا زي مر، هو بيحب الالوان الغامقه اغمق له، لكن ان انا اغير شخصيتي خالص دي انا مش انا زي نرمين. بص يا عمرو هقول لك على حاجه، الانسان بطبيعته متغير، يعني الانسان متغير وفي شخصيات كتير جدا ومنهم انا مديه، يعني ممكن احب اغير من نفسي، ده بيديني طاقه ايجابيه ان انا عايزه عارفه لما تشوف نفسك بشكل بشكل جديد، وقعت في دروب كبير جدا مثلا عارف بتبقى بتلهي نفسك في اي حاجه، عايز تطلع بشكل كده، تشتري لبس بطريقه مختلفه، تغير من حياتك، تغير من شكلك، ده بيخليك ان انت يعني يبقى عندك اقبال اكتر على الحياه، عايزه تعملي حاجه جديده، عايزه تشوفي نفسك بشكل جديد، ده بيخليك أيوة. بس الفكره في حاجه ان انا مثلا اسيب مراتي بالليل شكل اصحى الاقيها مثلا احنا ما شكل تاني عامله وش جديد، ده رعب برضه، فيلم رعب بالنسبه لي. لا احنا بنقول تاتشات بسيطه بس انت من نفسك تبصي في المرايه. لا عارفه زي الحلاق يقول لك مش بنتكلم كده، حته قد كده من شعرك وتلاقيه مقرعك فجاه، شعرك كله طاف، فالدكتور بيعمل كده ايده بتاكله. عايز لا احنا بنعمل حاجات. ثانيه واحده تعالى ايه مالك؟ اتفضل الكاميرا عند حضرتك. انتوا بقى بتعملوا ايه؟ انتوا بقى بتصحوا؟ والله ما بنعمل حاجه، احنا اخرنا ناكل فاست فود يطلع لنا كرش، الموضوع بيخلص. في كرش ويبقى صاحي ليه بجد؟ ليه الراجل بيبقى صاحي من النوم مش طايق يتكلم ولا طايق يسمع؟ ليه؟ انا بحب اصحى اقعد ارغي كده كمان. خدوا بالكم يا جماعه الحلقه هتبقى جامده جدا. الحلقه اوريدي حاميه جدا.